هنتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن موضوع تقريبا موجود في كل بيت ومنها بيتي أنا كمان، هي فكرة الدواء المستعمل. في أدوية مستعملة قد يكون لسه صلاحيتها لسه سارية، فده ما فيهوش مشكلة، ولو إن ممكن يكون، وهنفهم أدوية الشرب ممكن يكون فيها مشكلة لو قعدت فترة مثلا مفتوحة، أو الأطرات مثلا لو قعدت فترة مفتوحة رغم إن هي لسه ما زالت فترة الصلاحية. ولكن في جزء تاني اللي هي الأدوية منتهية الصلاحية، ممكن حد حاطط في درج الدواء ما بيبصش مثلا ان هو الدواء ده صلاحيته انتهت ولا لسه، ممكن تلاقي الشريط بتاع البرشام من غير العلبة، فمحدش عارف هو الصلاحية بتاعته انتهت ولا لسه. فدي أضرار صحية، ولكن كمان حتى في فكرة التخلص من الدواء القديم اللي عندنا قد يكون ليه أخطار، لو مش أخطار على الصحة بشكل مباشر، ولكن للأسف بتبقى أخطار بيئية وممكن الحقيقة يتم استخدامها بشكل أو بآخر يعني. فبالتالي لازم نتكلم، ولازم نعرف على فكرة، نتكلم على فكرة إزاي نتخلص من الأدوية القديمة أو الأدوية منتهية الصلاحية اللي عندنا بشكل آمن. برحب بالأستاذ الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء والأوبئة. دكتور إسلام مساء الخير، أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، مساء الخير استاذ عمرو وكل مشاهدينك الكرام. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني فكره التخلص من الدواء جزء كبير جدا مننا بمنتهى البساطه، لما بيعمل حمله تفتيش كده على ضرفه الدواء او درج الدواء يبتدي ياخد، انا اسف، ويرمي في الباسكت، ياخد ويرمي في الباسكت اللي بيقابله. هو ده مفهوم التخلص الامن من الدواء؟ تمام. يعني انا عجبني كمان في المقدمه حضرتك اثرت نقطه كمان قبل التخلص من الدواء، هو حفظ الدواء. يعني احنا بنحفظه ازاي؟ يعني اول حاجه واهم حاجه احنا بنحفظ الدواء في مكان جاف ما يبقاش درجه حرارته ممكن تعدي ال 30، عشان ما يبقاش الدواء انا متخيل ان هو لسه ما انتهاش صلاحيته وهي انتهت بالفعل بسبب ان درجه الحراره نفسها عليت عن المستوى المسموح بيه. احنا درجه حراره الادويه اللي بتحفظ في درجه حراره الغرفه مش المفروض تعدي 30. فمثلا لو انا اشتريت دواء وسبته في العربيه لغايه تاني يوم ولا ركنت العربيه، غالبا ده عدى 30، ده غالبا برضه زيه زي منتهى الصلاحيه محتاج يترمي. لو انا حافظه في الحمام مثلا، لان في ناس كتير بتحط الادويه في الحمام، مستوى الرطوبه العالي جدا في الحمام مع الشاور السخن ده برضه بيخلي درجه الحراره ورطوبه اعلى من المسموح بيه، فبالتالي برضه الدواء ده باظ. طب نيجي لو بقى فعلا انا حافظ الدواء في مكان جاف، درجه الحراره بتاعته ما بتعديش 30، وفي نفس الوقت الصلاحيه بتاعته خلصت، انا نفسي ما نوصلش للمرحله دي. يعني هو احسن حاجه ان انا كل 3 شهور اعمل تشيك على الدواء اللي عندي، اللي قرب ان هو ينتهي الصلاحيه بتاعته اتبرع بيه. دلوقتي في جمعيات كثيره، صحيح، في ناس اكثر احتياجا ومحتاجه، صحيح، ادويه وما بتلاقيهاش، فمحتاج ان انا اتبرع دايما كل 3 شهور بالادويه اللي فاضله عندي وقربت تنتهي الصلاحيه بتاعتها عشان نقدر الناس تنتفع بيها. طب لو كان انتهت الصلاحيه، مهم ان انا ابقى عارف الصلاحيه نفسها امتى. احنا ناس كتير بتقص الشريط، يعني او مثلا يقص قرصين، أيوة، او يقص الشريط نفسه نصين مثلا ويبقى قاصص النص اللي عليه تاريخ صلاحيه، وحتى الشريط اللي جوه بيبقى مطبوع عليه تاريخ صلاحيه، فمحتاج لو هقصه ابقى متاكد ان انا سايب تاريخ الصلاحيه، لو قصتها ارجع اكتبه تاني. طب لو انا عايز اتخلص بقى، انا اكتشفت ان انا عندي ادويه انتهت صلاحيتها، اول حاجه يعني بلاد كتير واتمنى ان مصر تبتدي كمان يبقى فيها نفس البرنامج ده، هو برنامج ارجاع الادويه منتهيه الصلاحيه. ده برنامج ابتدته امريكا وحاليا موجود تقريبا في 25 دوله، ان اي حد عنده دواء منتهي الصلاحيه بيرجعه لوزاره الصحه او الجهات اللي بتعينها وزاره الصحه. احنا عندنا في مصر نقدر نعمل كده في الصيدليات، لان ابتدت شركات الدواء تعمل زي انسنتيف او حافز للصيادله ان هو يرجعه تاني الادويه منتهيه الصلاحيه، بحيث ان هو يقدر يعدمها او يتخلص منها بطريقه امنه، لان شركات الادويه عندها طرق معينه للتخلص من الادويه، مش سواء مجرد يمسك ازازه الدواء مثلا يكبها في الحوض مثلا ويرمي الازازه، او يرميها مقفوله كده في الباسكت وخلاص. خطوره ده ايه يعني؟ ده خطر جدا. اول حاجه احنا قبل حتى لو يعني لو هو هيرمي، احنا عندنا بروتوكولين في الموضوع ده، اول بروتوكول البروتوكول الامريكي، انه عندهم نظام المجاري نفسها بيعمل زي معالجه للكيماويات، هم عندهم اجزاء من الادويه لازم يتم التخلص منها في المرحاض. احنا طبعا بما ان عندنا اماكن كتير امراض في اراضي زراعيه وفي ريسايكل للميه نفسها، احنا مش هينفعنا الحل ده قوي زي مثلا امريكا وزي البلاد الاوروبيه. فلو ناس قرت على النت ان انا المفروض ارمي كل الادويه في المرحاض، ده مش هينفعنا قوي في مصر. احنا الاحسن
اول حاجه طبعا بيتشال الاسم. طبعا احنا في عندنا ادويه كتير خصوصا لو هي تامين مكتوب عليها الاسم ونمره التليفون او اسم الوصفه، طبعا بشيل كل المعلومات الشخصيه وبفضي الشريط نفسه من الاقراص. انا مهم ان انا لو عندي شريط افضي الاقراص منه بحيث ان الشريط يبقى فاضي عشان لا يعاد استخدامه. صح، ده مهم برضو. هنا عندي يعني ما يرميش شريط الاقراص بالاقراص فيه، لا يفضي الاقراص الاول عشان ما حدش ياخدها للاسف لو معدوم الضمير ويبيعها او يديها لحد او يتناولها، لان برضو ممكن يبقى الادويه نفسها مثلا مسكنات فشخص مثلا يطمع فيها بيبقى عايز ياخدها كمخدر مثلا. فعند حضرتك حق، مهم جدا ان احنا هنفضي الاقراص. وفي عندنا هنا بروتوكولين تاني، يا اما البروتوكول الامريكي برضو ان هو بيحطوا الاقراص اللي انا فضيتها في علبه ويحط على العلبه تراب عادي او قهوه مستعمله عشان يبعد عنها الحيوانات والقطط والكلاب ان هي تيجي ممكن تاكلها. فطبعا عشان ما يبقاش رامي حاجه في الزباله ويجي مثلا اي حيوانات تاكلها مثلا تمام. او يحصل عن طريق الخطا ان هي تخش مثلا في اغذيه او خلافه. الحاجه الثانيه لو كانت بقى مش اقراص او انا عايز اتخلص منها والاقراص دي ما ينفعش ان هي تترمي في الزباله زي المسكنات مثلا او اي حاجه ممكن يساء استخدامها، دي ينفع ارميها في التواليت لو انا ساكن في مدينه، ما ينفعش ارميها في التواليت لو انا ساكن في الريف. لو انا ساكن في الريف محتاج ان ارجعها الصيدليه، ده امن طريقه ممكنه. طب لو كانت مثلا سرنجات، هو المفروض ما يبقاش فيه سرنجات مستخدمه في البيوت، يعني ده يعني اول شيء. لكن لو في سرنجه مستخدمه محتاج ان انا دايما ابقى قافل السن، متاكد ان السن مقفول ومتاكد ان انا حطيتها في علبه صلبه، ما ينفعش مثلا ان شخص يدوس عليها فيتعور. صح. طيب لو انا عندي ازايز دواء فيها سوائل، يعني مثلا دواء كحه او عموما انتيبيوتيك للاطفال او خلافه، ده مهم ان انا افضي اي سائل موجود جوه الازازه الاول. بعد كده هو طرق التخلص من اي حاجه زجاجيه واحده سواء كان دواء او خلافه، لازم يتحط في اماكن بحيث ان ما تتكسرش جوه صفيحه القمامه. طبعا بعض الاماكن فيها الريسايكل بان اللي موجود اللي ينفع احط فيه الازاز، في طبعا معظم الاماكن ما فيهاش فبحفظها في مكان بحيث ان هي ما ينفعش تترمي. طبعا حضرتك اشرت نقطه مهمه في المقدمه، لو في دواء اتفتح هل ده معناه ان صلاحيته هتخلص بعد مده معينه؟ دي بتبقى موجوده في النشره الداخليه، يعني مثلا القطرات بالذات القطره ممكن يبقى عليها تاريخ صلاحيه، ولكن جوه النشره الداخليه هنلاقي تاريخ صلاحيه تاني بعد فتح العبوه. مظبوط. فاوقات يقول لك ان العبوه بعد اسبوعين مع جيده الحفظ ما ينفعش انها تستخدم، محتاجه انها تترمي. حتى لو مده الصلاحيه لسه اطول يعني. انا متاكد يعني. صحيح. بالظبط كده، طالما النشره الداخليه بتنص على ذلك. أنا الحقيقة شاكر جدا لحضرتك دكتور إسلام عنان على المعلومات والنصائح المهمة دي في كيفية استعمال الدواء وحفظه والتخلص منه، شكرا جزيلا لحضرتك.